من قناة أحباب رسول الكتاب المسموع، موعدنا اليوم مع حلقة جديدة من حلقات قصة كل ليلة، وقصتنا اليوم بعنوان القاضي الفاضل. ما فتحت البلاد للعساكر إنما فتحتها بكلام الفاضل صلاح الدين الأيوبي. الأحداث العظيمة لا تصنعها شخصية بفقرها مهما يكن شأنها، لكن تصنعها جماعة أو جيل يصوغ الأحداث وينسج خيوط التاريخ. نعم، كثيرا ما تكون هناك شخصية محورية وراء الحدث العظيم، لكن ذلك لا أنها صنعته وحدها. فمحوريتها راجعة في المقام الأول إلى حسن توظيفها للإمكانات المتاحة البشري أو من الأشياء الأخرى. والقاضي الفاضل هو أحد كبار الصناع لحدث المواجهة الناجحة مع الصليبيين في القرن السادس الهجري، بل كان الرجل الثاني في خطوط المواجهة معهم بعد صلاح الدين الأيوبي. فسرعت الأحداث من حول صلاح الدين ورفيقه فاضل في الاتجاه الذي يوثق الصلة بينهما. ادخل صلاح الدين في طريق صعبة واحتاج إلى النصراء والمؤازرين، فكان الفاضل على رأس هؤلاء برأيه ومواقفه، وانعقدت الصداقة بين الفاضل وصلاح الدين. ورأى القاضي في صديقه طرازا آخر من الوزراء، فالوزير أي صلاح وزارته لمصر صديق لمن حوله أكثر من كونه سيدا لهم، يضمن ولاءهم بالمال كما أنه مستقيم في حياته الشخصية، لا يعاكر الخمر ولا يقرب المفسدين، ويكثر من قيام الليل وصيام النوافل، وأكثر من ذلك يهب حياته لهدف معين هو جمع كلمة المسلمين وإصلاح ما فسد من أوضاعهم لتحرير أوطان المغتصبة وكسر شوكة الصليبيين في بلاد الإسلام. وبعد أن تصدر صلاح الدين بعد وفاة نور الدين، وجه الأحداث وحل محل أميره الراحل، توحد بين مصر واستطاع عن بلاد الشام، فكان الفاضل معه في القلب لا كظل مضاف إلى سيده السلطان صلاح الدين، ولكن كشخص فاعل موظف لمواهبه، فإما بالإدارة والتوجيه ليحفظ التوازن بين جناحي الدولة مصر والشام، وإما بالرأي والفكر والرسائل التي يقوم بكتابتها صلاح الدين ليرسلها إلى الأمراء والملوك. كان القاضي الفاضل ضعيف البنية، ولم يكن مجرى حرب في زمن كانت فيه مواهب الحرب والمهارة القتالية أهم مطلب. يروي المؤرخون عن ضعف بنية القاضي الفاضل ما لا لبس فيه، فقد كان ضعيف البنية رقيق الصورة، أحدب ظاهرة خلف ظهره، وكان يسترها بالطبيسان حتى لا ترى. ومثل هذا الرجل بهذه الصفات لا يمكن أن يصلح كشخصية بارزة في زمن لا بد للبروز فيه من موهبة حربية وقوة بدنية. ولما كان صلاح الدين يحرص على مساندة الخليفة العباسي له وكان يستدعي ذوي المروءة والغيرة على الدين من ملوك المسلمين وأمرائهم ليشاركوه في جهاد الصليبيين، فكان في حاجة إلى من يحسن توجيه الخطاب إليهم. وكان الفاضل صاحب هذا الدور، يكتب من الرسائل أفخمها وأبلغها وأكثرها امتلاء بألف والتوقير وإثارة للحمية على الدين في النفوس. فكان الأمراء يقبلون على السلطان الناصر صلاح الدين من كل جهة، والخليفة العباسي يقف إلى جانبه يؤيده. ومن أمثلة رسائله الرائعة كتبها باسم صلاح الدين إلى الخليفة العباسي حتى حين كانت عكا محاصرة بالصليبيين الذين استعاد بيت المقدس من المسلمين، يقول: ومن خبر الفرنج أنهم الآن على عكا، يمدهم البحر بمراكب أكثر عدة من أمواجه، ويخرج منه للمسلمين ما هو أمر من أجاجه، أي ملوحته الشديدة. وقد تعاضدت ملوك الكفر على أن ينهضوا إليهم من كل فرقة طائفة، ويرسلوا إليهم من كل سلاح شوكة، فإذا قتل المسلمون واحدا في البر بعثوا ألفا عوضهم في البحر، فالزرع أكثر في الحصاد. وهذا العدو المقابل قاتله الله قد زر عليه من الخنادق دروعا متينة، فصار محصورا متمنعا حاسرا ومتذرعا، وعددهم الجم قد كاثر القتلى، وأصحابنا قد أثرت فيه المدة الطويلة والكلفة الثقيلة، في استطاعتهم لا في طاعتهم، وفي أحوالهم لا في شجاعتهم، وكل من يعرفهم يناشد الله فيه المناشدة النبوية في الصحبة البدرية: اللهم انتهلك هذه الإصابة. الدعاء ويرجو على يد سيدنا أمير المؤمنين الإجابة، وقد حرم بابهم لعنة الله عليه وعليهم، كل مباح
واستخرج منهم كل مذخور وأغلق دونهم الكنائس ولبس وألبسهم الحداد وحكم عليهم ألا يزاولوا كذلك أو يستخلصوا المقبرة يقصد كنيسة القيامة بالقدس. فيا عصبة محمد صلى الله عليه وسلم يسير في الخليفة قاربة النبي صلى الله عليه وسلم أخلفه في أمتي ما تطمئن به مضاجعه ووفه الحق فينا فإنا والمسلمون عندك ودائعه. ومثل الخادم صلاح الدين نفسه في هذا القول إلا بحالة عبد لو أن توقف بالعتبه ضارعا وقبل ترابها خاشعا وناجاها بالقول صادعا ولولا أن في التصريح ما يعود على العدالة بالتجريح لقال ما يبكي العيون ويبكي القلوب. ولكنه صابر محتسب منتظر لنصر الله مرتقب قائم في نفسه بما يجب رب إني لا أملك إلا نفسي وها هي في سبيلك نزولة وأخي وقد هاجر إليك هجرة يرجوها مقبولة ولدي وقد بذلت لعدوك صفحات وجوههم وهان على محبوبك بمكر وهي فيهم ومكروههم. قال القاضي الفاضل كان القاضي الفاضل بمفرده يجري وزارة إعلام كاملة تصوغ أو تراجع المكاتبات الرسمية للدولة وكانت كتبه تصنع خيوطا للربط بين أجزاء واسعة من العالم الإسلامي حتى قال عنه صلاح الدين ما فتحت البلاد بالعساكر إنما فتحتها بكلام الفاضل. كان لسان صلاح الدين وزيره ونائبه في مصر ودمشق إن غاب عنهما فعندما كان صلاح الدين يكسر الصيدان في حطين كان الفاضل في دمشق يسوس له الدولة ويريح ذهنه من الانشغال بما تركه خلفه حتى عندما اشتدت وطأة الصليب على عكا وحاصرهم لها كان الفاضل رتب للسلطان صلاح من تجهيز العساكر وتعمير الأسطول وحمل المال ونقل الميرة إلى عكا والسلطان يكاتبهم في مهاماته وترجع أجوبة تغضي أحسن عباراته يشير على السلطان بالرأس ويقدم له النصر ويصبره على الشدائد والأهوال في القاف مواجهة العدو الشرس. وركز في مخاطبته على أن نصر الله ينال إلا بطاعته حتى عندما عقر صلاح صلح الرملة مع الصليبيين اشتاقت نفس صلاح الدين الحج ولم يكن حج من قبل. عارض القاضي الفاضل ذلك بشدة ورأى فيه خطرا على الإسلام وخاطب صلاح الدين بقوله إن الفرنج لم يخرجوا من الشام ولا سلوا عن القدس أي لم ينسوها ولا وثق بعهدهم في الصلح فلا يؤمن مع بقاء الفرنج على حالهم وافتراق عسكرنا وسفر سلاطيننا أن يسروا ليلة فيصبحوا في القدس على غفلة فيدخلوها والعياذ بالله ويفرق من يد الإسلام ويصير الحج كبيرة من الكبائر التي لا تغفر ومن العثرات التي لا تقال. يا مولانا مظالم الخلق كشفها أهم مما يقترب به إلى الله وما هي بواحدة والمسلمين صغور تريد التحصين والذخيرة. مع هذه المكانة العظيمة والمنصب الرفيع كان ثوبه أبيض رخيص الثمن وليس له موكل فخر يخرج أو فيه بل يخرج وحده وليس معه سوى غلام له يكرم أصحاب الفضائل ويحسن إليهم لا ينتقم حتى من أعدائه ولكن يحسن إليهم كثير الصدقات وقد وقف مالا كثيرا لفك أسرى المسلمين وبناء مدارس العلم وكان يكثر من تشييع الجنائز وزيارة المرضى ويتهجد دائما ويعتاد زيارة القبور لا ينقطع عن ذلك ويكثر صوم النوافل. وفي مرض صلاح الدين الأكيل كان يخرج عنده باكية ويقول انظر هذه الأخلاق التي قد أشرف المسلمون على مفارقتها ومن رجاحة عقلة امتاز بها دائما حتى في ساعات الحزن الشديد لمرض صلاح الدين وتأخر حالتي أن الأفضل ابن صلاح الدين اقترح عليه وعلى بعض الوجهاء ليلة وفاة أبيه أن يبيتوا مع السلطان المريض لكن الفاضل رأى أن الناس ينتظرونهم كل يوم ليعرفوا منهم أخبار السلطان ولو لم ينزلوا إليهم ربما سارت الشائعات وفاة السلطان مما يجر على البلاد الاضطراب. وعندما مات صلاح الدين اشترى له الفاضل أكفانا وغسله ومعه خطيب دمشق ودفن معه سيفه ليتوكأ عليه في الجنة. إضاءة كان للحقوق قاضية وفي الحقائق ماضية والسلطان له مطيع ما افتتح الأقاليم إلا بأقاليد أرائه. العماد الأصفهاني يحكي عن القاضي الفاضل إنني أعرف ثمن النجاح التفاني والعمل الجاد والإخلاص التام للأشياء التي تريد أن تراها تتحقق. فرانك لويد راي لا شيء عظيم على الإطلاق تم تحقيقه من قناة أحباب رسول كان مسموع
موعدنا اليوم مع حلقة جديدة من حلقات قصة كل ليلة، وقصتنا اليوم بعنوان القاضي الفاضل. ما فتحت البلاد بالعساكر إنما فتحتها بكلام الفاضل صلاح الدين الأيوبي. الأحداث العظيمة لا تصنعها شخصية بمفردها مهما يكن شأنها، لكن تصنعها